إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فروى ابن حبان في صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى إذا استودع شيئاً حفظه. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث الشريف اشتمل على فوائد كثيرة، أذكر من ذلك أولاً مشروعية الدعاء بالحفظ. قال سبحانه عن نبي الله يعقوب قال: هل أمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين. روى الإمامان البخاري مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وروى أبو داود في سننه من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ثانياً، من الفوائد مشروعية الدعاء بالاستداع، كما روى الترمذي في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ودع رجلاً من أصحابه قال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، فيرد عليه المسافر ويقول: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. وروى كذلك الطبراني في كتاب الدعاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. قوله في الحديث: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، أي أطلب من الله جل وعلا أن يحفظ عليك دينك وأمانتك وخواتيم عملك. قيل: لأن المسافر عندما يسافر يحتاج إلى الأخذ والعطاء والبيع والشراء، فهو يدعو الله تعالى له أن يحفظ عليه أمانته. وقيل المراد بالأمانة الأهل والمال، وقيل المراد التكاليف كلها. أما قوله في الحديث: وخواتيم عملك، قال القارئ الذي يظهر أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام وخواتيم عملك المراد حسن الخاتمة، لأن المدار عليها. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام البخاري قال: إنما الأعمال بالخواتيم، ولأن حسن الخاتمة مجبور صاحبها بما قبلها، فالاعتماد عليها. وفي صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن رجلاً من بني إسرائيل قال: من يقرضني 1000 دينار؟ قال أحدهم: ائتني بالشهود. قال: كفى بالله شهيدا. قال: ائتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. فأقرضه 1000 دينار، فذهب أو خرج إلى البحر وقضى غرضه. فلما أراد أن يعود ليسدد ما عليه من دين لم يجد مركبا، فقال: اللهم إنك تعلم أن فلانا قد أقرضني 1000 دينار، وإنه سألني كفيلا، فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك، وإنه سألني شهيدا، فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك، اللهم إني استودعتك هذا المال. وضعه في خشبة ووضع معه الصحيفة ورمى بها في البحر،
فخرج صاحبه لعله يجد مركبا يأتي بماله، فلم يجد مركبا فذهب أو وجد خشبة فقال لعلي أشعل بها النار لأهل بيتي. فلما وصل إلى البيت وفتح الخشبة وإذ بها 1000 دينار والصحيفة. صاحبه وجد مركبا يوصله فأخذ 1000 دينار وذهب إليه وقال هذه 1000 دينار. قال أما بعثت بشيء؟ قال ألم أقل لك إني لم أجد مركبا يوصلني إليك؟ قال اذهب فإن الله جل وعلا قد أوصل الخشبة التي فيها الدين، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة من فوائد الحديث أن الله تعالى ما استودع شيئا إلا حفظه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا أن نستودع أغلى الأشياء وهي الدين والأمانة وخواتيم العمل، والقصص في هذا كثيرة. يذكر أهل السير أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما احتضر قيل له يا أمير المؤمنين أفقرت أبناك فلم تترك لهم شيئا؟ قال علي بهم وكانوا 19 ذكرا، والبضع ما بين 3 إلى 9، ليس فيهم صبي بالغ، كلهم صغار. فلما دخلوا عليه ورأى فقرهم وحاجتهم ذرفت عيناه وقال يا بني والله ما منعتكم من حق هو لكم، ولم أكن آخذ من بيت مال المسلمين وأعطيكم، أنتم أحد رجلين، إما رجل صالح فالله يتولى الصالحين. وفي الآية الكريمة إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وإما رجل غير صالح فلا أدع له مالا يستعين به على معصية الله. اذهبوا عني، فخرجوا وقبضت روحه. قال الراوي فلقد رأيت بعض ولده يحمل على 100 فرس في سبيل الله، أي أن الله تعالى أغناه فصار ينفق 100 فرس محملة بمؤونتها في سبيل الله. ومن القصص أيضا ما حدثني به أحد المشايخ، يقول كان عنده قريبتين له، وكانتا على سفر، امرأتين على سفر ويسكنان في بيت واحد. إحداهن وضعت أغراضها في الدولاب وقفلت عليه بالمفتاح ثم سافرت، والأخرى وضعت أغراضها في الدولاب ولكنها نسيت أن تغلق عليه بالمفتاح، وفي السفر تذكرت فقالت اللهم إني استودعتك ما في الدولاب. يقول دخل اللصوص إلى داخل البيت فكسروا الدولاب الذي وضع عليه المفتاح، وأما الدولاب الآخر الذي لم يوضع عليه شيء ولكن صاحبته استودعته الله لم يصب بشيء أو لم يسرق بشيء. قصة أخرى وأختم بها، حدثني أحد أئمة المساجد أنه كان يوما ذاهبا لشراء بعض الأغراض وكان مستعجلا فترك السيارة تشتغل ودخل المحل، فيقول استغل أحد اللصوص هذا الأمر وركب في السيارة وانطلق بها مسرعا، فيقول جعلت أنادي ولكن دون جدوى، فقلت اللهم إني استودعتك سيارتي. يقول هذا الكلام في الظهر، وفي المغرب اتصل بي من يخبرني أن السيارة قريبة من الموقع الذي سرق، فذهبت إليها ولم أجد سرق منها شيء أبدا. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا استودع شيئا حفظه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.